اسكو بقى سريعا توجهوا رساله للكابتن محمود الخطيب لو حابين. ادي الكلام ولا كلام؟ اتفضلوا انتوا بقى. طبعا كابتن بيبو هو اب لينا واب لكل اهلاوي، واسطوره في الاخلاق قبل ما يكون اسطوره في الكوره. وبجد هو يعني انسان عظيم ولاعب رائع، ما اتفرجتش عليه طبعا بس يعني التاريخ يشهد له بذلك. يعني كابتن بيبو انا عايزه بس يعني نفسي ان احنا نحضر يعني كل مباريات الاهلي، وان احنا نسلم عليه ونتصور معاه هو وكل لعيبه النادي الاهلي، ونكون متواجدين في النادي. اكيد ان شاء الله باذن الله كابتن خطيب مش هي يعني يتاخر في طلب زي ده. انتوا نورتونا وشرفتونا. امل انا سعيد جدا بيكي ونورتيني وشرفتيني النهارده في قناه الاهلي. شرف ليا طبعا. انا طبعا قبل بس ما اختم مع حضرتك بحب يعني اوصل رسالتي لكابتن بيبو، اقول له ان انا بحبه جدا، وان انا يعني نفسي اشوفه بجد، يعني هيكون شرف وفخر كبير ليا. نفسي دايما اكون قريبه من النادي الاهلي، النادي اللي انا بحبه، اتواجد دايما فيه واسنده في جميع المباريات. وبجد رسالتي لجمهور الاهلي ان النادي الاهلي ده كنز لا يفنى بجد. بشكرك يا امل، وبشكرك يا امنيه، وبشكرك يا امل. معلش انا عارف ان عايزين يغنوا اغنيه للاهلي. طب ناخد اغنيه بقى ونختم عليها.